بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مرحبا بكم أيها الأحبة مع المهندس منطقة دعيج. نأتي اليوم إلى مشاكل في استلام القسائم وبعض الأخطاء حينما يبني الشخص على كيفه وعلى هواه بدون وجود مقاول محترف، وفي النهاية يطلع عنده الليفلات تعيسة جدا. ننظر الآن هنا، هذا هو مستوى الأرض الطبيعية، نجد في الجهة هذه ارتفاع وفي هنا نزول، أي في الجهة هذه ميول جدا، يعني من أول نقطة هناك إلى النقطة هذه فيها متر. وراح نريكم من الشارع الخدمة شلون في نزول مترين، وهذه نعمة من الله عز وجل. الشخص كان المفروض مثلا في هذه أصحاب القسائم أن يرتفعون هنا متر ويطلع له في النهاية أمام البيت يمكن 3 أمتار، فالثلاث أمتار هذه السرداب تكون إيش؟ تكون في النهاية كأنها دور أرضي. يعني الهدف أنا من كلامي هذا، الليفل هذا هو ليس نقمة بل نعمة. هذا ميول هنا، شوف الأرض هنا، انظروا ميول ميول ميول، يوصل هنا ميول، والناس ما تعاملوا في تلك الطريقة بشكل احترافي. فكان هنا في بعض البيوت هذه القسائم نازلة حيل لدرجة لو تجي الأمطار على طول السراديب عندهم راح تكون إيش؟ مغمورة بالماء. أقصد فقط البيوت اللي فيها سراديب. راح نشوفهم نصورهم لكم من واجهة شارع الخدمة، راح تشوفون إنه هم مرتفعين ارتفاع متر عن سطح الأرض، مع أنهم هني لم يرتفعوا في الجهة هذه. فلو كان حاسب حسابه هني ومرتفع متر في النزول هذا كان يطلع له في البيت أنا متأكد 2.5 إلى 3 متر، ويكون السرداب أشبه بالدور الأرضي. راح ننتقل الآن ووريكم من واجهة الخدمة، لكن مع حقوق الناس، وهذا ما أحب أصور البيوت بالكامل، لذلك راح أوريكم بس مستوى الدور الأرضي وشلون أخطأوا ما رفعوا السرداب من شارع الخدمة. خلكم معاي كما أخبرتكم هنا الآن، هذا هو لم يرتفع بالشكل المناسب، فكان من شارع الخدمة ارتفاعه هنا الآن متر، مع العلم الجهة اللي أخبرتكم إياها كانت نازل حيل درجة متر. فلما لو كان مرتفع من الجهة الثانية متر وهني عنده متر، مع المتر صراحة يصير مترين، يكون السرداب عنده أشبه بالدور الأرضي، لكن أخطأ في تلك الطريقة والمقاول كان غير ناصح ولا يفقه في ارتفاع مناسيب السرداب أي حاجة. هنا هكذا انظروا إلى هذا المكان، هنا ارتفاع مترين طبيعي. فلو كان ثواني خلكم معاي، هذا البيت هنا طبيعيا لم يرتفع، هو خلفية كان عنده ارتفاع متر وطلع عنده هنا ارتفاع يمكن 1.80 متر إلى 2 متر. وكل الهدف يا اخوان كان من هذا، انه لما تستلم الارض ويكون عندك ميول من جهة واحدة وليست مستوية الارض، لما يكون الميول بالطريقة هكذا فانت اجباري هنا من الخلف اذا كان البيت او الامام، هنا يكون نقطة الصفر، فانك تستطيع ان ترتفع مثلا متر والجهة الثانية يكون اجباري ربما 2 متر. فلما ترتفع هنا متر، الجزء النازل هني راح يكون مثلا 2 متر، وهذه نعمة. الميول هذا نعمة أحيانا، لكن قليل اللي يفهم طريقة الميول إذا استلمت الأرض، خاصة في مدينة المطلع أكيد راح يكون هناك في ميولات حلوة وجميلة حق أصحاب السراديب. أنا أتكلم هنا عن أصحاب السراديب، إذا عندك ميول فأكيد من جهة إحدى الجهتين راح يكون عندك لما يكون الميول نازل أكيد راح تحتاج إلى ترفع هنا متر مثلا، هنا يطلع عندك 2 متر، وفي النهاية يطلع عندك السرداب أشبه بالدور الأرضي إن لم يكن 95%. وهذا المقطع اللي وريتكم إياه الآن، هذه أخطاء لأربع قسائم كان بادين من الصفر في الميول، لما كان هنا بادين من الصفر، فكان حتى الميول من الجهة يعني لو يجي أمطار تدخل عليه بالسرداب ويأثر عليه والسرداب يكون إيش مليان من الماء في المستقبل إذا جت أمطار. لذلك الجهة هذه كان في الجهة هني لازم ترتفع متر عن سطح الأرض احتياطي للأمطار الغزيرة، فلما ترتفع هني متر يكون عندك هني إيش 2 متر، فالمترين هذا يكون هو السرداب ويكون جميل جدا. وهناك موجود في كثير من الدول العالم ليس في الكويت، أوروبا عندك في تركيا يستخدمون السراديب كأنها دور أرضي، في الأردن أنا شفتها بالأردن، في أمريكا أنا شفتها وعشتها السراديب تصير أشبه بالدور الأرضي. لذلك هذا ليس مخالف، لكن هذا طبيعة أرضي تقول لي عندك السرداب في مكان معين
يصير أشبه بالدور الأرضي، أعمل إيش ملحل. هذه هي نعمة من الله عز وجل ساقها لك، ولا ترفضها أو تحاول إن المقاول ما يفهم شون يسوي لك الميول. لذلك استعن بالخبير أو استعن بمهندس مشرف يساعدك على تلك الأمور. هذا باختصار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وإذا عجبك المقطع ياليت تشترك بالقناة وتفعل الجرس التنبيهات وتعمل لايك حتى ننتشر على أوسع نطاق الوطن العربي والعالم كله. وفي مقطع جديد نلقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.